تصل سفينة المساعدة الإنسانية التابعة لمنظمة أوبن أرمز الإسبانية غير الحكومية وذا كيتشن وورلد سنترال اليوم إلى ساحل قطاع غزة لترسو وفق ما ورد من معلومات أمام منتجع البيدر السياحي السابق على شارع رشيد شمال غربي مدينة زهراء. تحمل السفينة التي أبحرت من ميناء لارنكا في قبرص 200 طن من المساعدات والأغذية، والتي تشمل الأرز والطحين والمعلبات.